السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد وفيديو جديد الموضوع اللي جبت لكم اليوم هو موضوع الساعة والكل تيهضر عليه سواء في المغرب أو خارج المغرب فيروس كورونا فيروس كورونا اللي كنا كنهضروا أن تنقولوا أنه كاين في الصين أو الدول المجاورة صبحنا كنقولوا أنه كاين في المغرب بعد ما اكتشفوا حالتين مؤكدتين حالة مستقره وحاله حرجه جدا درت لكم هذا الفيديو خاصه للناس اللي مازال ما تحت لهمش الفرصه انهم يسمعوا اكثر على هذا الفيروس ولا يقراوا اكثر عليه وحتى التلاميذ ولا وليداتنا اللي مازال ما كيعرفوش شنو هو هذا الفيروس ولا ما تحت لهمش الفرصه ايضا هذه هي الفرصه انهم ياخذوا معلومات وياخذوا بعض النقاط اللي يقدروا يتبعوهم في هذه هاد المرحله هذه اللي هي حريشه بالنسبه للجميع في هذا الفيديو هذا غنهضروا على شنو هو هذا الفيروس وكيفاش كينتقل كي وشنو هما الاعراض ديالو واللي اهم من هذا الشيء هو كيفاش غادي نحاولوا نحميو راسنا والناس اللي معانا من هذا المرض هذا ما هو فيروس كورونا؟ فيروس كورونا ماشي هو فيروس اللي جديد وإنما قديم ومعروف عليه أنه كي يجي الحيوانات خاصة الأفاعي ولكن للأسف بسبب أن الإنسان كي مع هذه الحيوانات كي يصيدها ولا يعيش معها وحتى تتغدى عليها جعل بأن هذا الفيروس انتقل من عند الحيوان إلى الإنسان والإنسان بدوره نقلو لأشخاص آخرين هذا الفيروس هذا هو فيروس متنقل ويهاجم الجهاز التنفسي عند الإنسان. بطبيعة الحال فيروس كورونا خاطر لعدة أسباب. السبب الأول هو أن الفترة الحضانة ديال هذا الفيروس هي طويلة تقدر توصل إلى أسبوعين أو أربعة عشر يوماً. وفي هذه الفترة هذه المريض تيمارس الحياة ديالو بشكل عادي ولكن الخطير في هذا الشيء هو أنه سيقدر يعدي جميع الناس اللي هما دايرين به واللي اللي عندهم اتصال مباشر معه وما كتبانش هاد الأعراض حتى تكون المرض انتشر في الجسم ديال المريض كامل السبب الثاني هو أن هذا الفيروس هذا هو فيروس سريع الانتشار ايضا ان هذا الفيروس يقدر يتعدى حدود الدول وتيصيب جميع الفئات العمريه جميع الاجناس ولا يستثني احد ابدا كيف ما قلت بان هذا الفيروس هذا كيصيب جميع الاشخاص ولكن هناك فئه اللي هي اكثر عرضه لهذا الفيروس مثلا الاشخاص المسنين الرضع الاطفال الصغار والناس اللي عندهم المناعه قليله لسبب من الاسباب وحتى الناس اللي هما من الامراض المزمنه كأمراض القلب ضغط الدم القصور الكلوي والسكري من اعراض هذا الفيروس هي الحمى تطلع سخانه وما كتبغيش تهبط السعال الجاف كتحس براسك بان فيك السعله وكتبغي تسعل مي ما عندك شي حاجه تخرجها أه ضيق في التنفس كي قلت لكم انا هذا الفيروس كيهاجم مباشره الجهاز التنفسي عند الانسان أه التهاب الرئوي أه وايضا القصور الكلوي ثم الفشل الكلوي لقدر الله هاد الفيروس هذا تينتشر بعدة طرق مثلا كينتشر عبر الجو إذا كانوا عدة أشخاص في غرفة واحدة وما كانت تهوية مثلا كل شيء مشدود الباب مشدودة النوافذ مشدودة وكان هناك شخص مصاب تيقدر ينقل العدوى لجميع الأشخاص المتواجدين في ذاك الغرفة ثانيا هذا الفيروس كينتقل عبر الإفرازات جميع أنواع الإفرازات اللي كيفرزها الإنسان مثلا اللعاب اللي تيكون عندنا في الفم ديالنا ملي تنبزقو فشي بلاصه داك اللعاب اللي كنخرجو راه عامر بالفيروس دالوغ ما خصناش نبقاو نلصقو فيه مكان الافرازات ديال الانف المخاطه الانف ملي كنكونوا مروحين وكيكون النيف ديالنا تيسيل ولا كنخرجو داك المخاطه وكنخرجوها بارفو في اي بلاصه الوغ هذيك راه حتى هي عامره بالفيروس تي خصنا نمسحو نيفنا بكليناكس ونجمعوه ونلوحوه شي سله ديال الاسبال كذلك المخاطه ديال الصدر ملي كتكون في ناس السعله وكنخرجوا داك المخاطه ديال الصدر حتى عامره بالفيروس الفيروس كينتقل أصل ايضا بالتقبيل حتى التقبيل العادي كيقدر كي يعدي الناس الاخرين وايضا الاتصال المباشر بالشخص المصاب او حتى المصافحه الا الانسان مصاب وسلمتي عليه يقدر ينقلك العدوى عبر الجلد كتنتقل العدوى ايضا بين الناس اللي متواجدين في باخرة او طائرة او قطار او سيارة او حافلة او تجمعات مثلا تجمعات اللي فيهم الناس مجموعين بكثرة خاصة الحفلات تظاهرات رياضية وايضا المهرجانات لوقف انتشار هذا الفيروس قامت عدة دول بعدة إجراءات صراحة تحترم عليها مثلا منع الأشخاص من السفر إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى بعض الدول خاصة الدول اللي فيها العدد عدد المصابين مرتفع كذلك استعمال كاميرات حرارية جد متطورة لقياس حرارة المسافرين وأيضا قاموا هذه الدول بفرض الحجر الصحي على الاشخاص اللي هما مشكوك انهم مصابين بهذا الفيروس وكذلك عزل العزل التام للاشخاص اللي هما مصابين باش ما يعديوش الاشخاص الاخرين قبل ما نتعرفوا على الاجراءات اللي خصنا ناخذ للحماية من هذا المرض أجي نشوفوا الرعاية الطبية في المشافي في ظل عدم وجود حتى الآن أي دواء أو أي تلقيح ضد هذا الفيروس الإسعافات الأولية التي يقدموها الأطباء هما استعمال تقنيات تخفيض درجة الحرارة لأن لما ما هبطتش سخانة كيوقعوا مضاعفات أخطر كذلك تزويد او ماده الجسم بالماء والسوائل والاملاح لمنع حدوث جفاف لان ملي كتطلع سخانه الجسم ديالنا كيفقد السوائل وكيوقع جفاف اضافه الى توفير الاكسجين للتعامل مع ضعف التنفس وفي الحالات الحرجه يضطر الاطباء انهم يستعملوا التنفس الاصطناعي هناك عدة إجراءات اللي خصنا نديرو باش نحمي راسنا من هذا الفيروس أولا هي نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون ولا بالمنظفات الكحولية ما نعجزوش أشاك فوا سالينا من شي حاجة كنديروها خصنا نغسلو يدينا ما تشريوش لي زانتي حتى تأكدو من الجوده ديالهم لان لي زانتي فيهم بزاف ديال الماركات وديال الانواع وماشي كلهم تيقتلوا الفيروس ثانيا تجنب الاتصال المباشر مع المريض الا كان ضروري خاصنا نتصلوا مباشرة مع المريض نديروا الكمامات ديالنا نديروا القفازات البلاستيكيه ونحاولوا ما امكن نخليو واحد المتر او متر وناس بيننا وبين هذا المريض تغطيه الفم قبل السعال او العطس الا أه... ما عنديش كلينكس ولا ما عنديش الكمامه نقدر نسعل ولا نعطس تو أه... سامبلومون ندير بحال هكذا نعطس في الكم ديال الكبوت ديالي وها انا ما عطشتش شي بلاصه وخليت فيها الافرازات ديالي تجنب لمس الفم والعينين والانف وجميع المناطق الحساسه بالنسبه للعين والانف والفم والمناطق الحساسه هادو تيتسموا لي ميكوز وهو واحد المحيط اللي هو جيد جدا بالنسبة للميكروبات والفيروسات والبكتيريا تتعيش فيهم هو محيط يعني فافورابل بالنسبة لهم استخدام المطهرات التنظيف. خصنا الدار دائما نفضوها ندفوها باردون نضفو الحمامات نحلو الشراجم من التهويه نصبنو الحوايج ديالنا بالماء سخون نعرضو هاد الحوايج هادو الحراره الحراره ولا الاشعه الشمس لان الفيروس ما كيعيش في حراره مرتفعه كيطرطق مني كتكون درجه الحراره اكثر من 26 ولا من 27 الاكثار من السوائل سواء السوائل البارده او الساخنه وانا كنفضل الساخنه لان كي قلت لكم خصنا نرفعو من درجه حراره الجسم لان الفيروس كيهرب ولا كيموت في الحراره هاد أه السوائل يمكننا ندي نشربوا عصير البرتقال عصير الليمون عصير الفواكه عصير الخضر اما بالنسبه للسوائل الساخنه نشربوا الحليب سخون مع فليو مع سكينجبير مع الزعتر نديروا شوربات سخينه كذلك في الليل هي مفيده للصحه وايضا غادي تحمينا من المرض مراقبه افراد العائله ضروري خصك تبقى مراقب العائله ديالك الوليدات الناس اللي محيطين بك وتشوف واش كاين عليهم شي تغيير وتاخذ الاجراءات ديالك وتعلم حتى المستشفى بهاد الحالات هادو ارتداء الكمامات والقفازات عند انتشار المرض اذا انتشر المرض لقدر قدر الله خصك الكمامات والقفازات ديالك يكونوا معك دائما جمع يديك عندك ما تبقاش دائما كتقاس في هادي وفي هادي وفي هادي ملي تمشي الاماكن العموميه حاول ما امكن ما تقيس في حاجه وما تقيش حتى في راسك من حتى تغسلي يديك مزيان بالماء والصابون وراه ما محسن من الماء والصابون نحاولوا ما امكن نرفعوا ولا ن... المناعه ديالنا نقويوها ياس yes. نقويوها باش نقويوها بناكلو التومة ناكلو البصلة ناكلو الفواكه الجافة وكي قلنا نبعدو على المواد الحافظة والأغذية اللي هي مقليه يعني نبعدوا على المقليات لان هادشي كله كيضعف لنا المناعه ديالنا اذا كنتي مريض خليك في الدار ما تخرجش نهائيا ماشي حيت غادي حيت العدوى ولا حيت مريض لا لانك انت عندك المناعه قليله فاش كنمرضوا بالزكام ولا بالسعال ولا باي مرض المناعه ديالنا كتقلال و وكتكون عرضه انك تصاب بهذا المرض اكثر من اي شخص ودليل على ذلك هو ان اغلب الوفيات ديال اللي الناس اللي تصابوا بفيروس كورونا كانوا ناس اللي عندهم المناعه قليله شكرا على تتبع هذا الفيديو ونتمنى انه يكون مفيد جدا بالنسبه للناس اللي ما كانش عندهم فكره على هذا المرض وان شاء الله نشوفكم على خير ونشوفكم في موضوع جديد وفيديو جديد كانت معكم منار شكرا مع السلامه